جلست مع شاب جلسة خاصة عمره 18 سنة ينكر وجود الله، أصيب بلوثة فكرية وألحد وينكر وجود الله. قال لي أعطيني دليل على وجود الله. قلت له أنت أكبر دليل على وجود الله. قال لي كيف؟ قلت له كم عمرك؟ قال عمري 18 سنة. قلت له قبل 19 سنة إيش كنت؟ قال نعم. قلت قبل 19 سنة أنت إيش كنت؟ قال لي ما كنت شيء. قلت له كيف صرت شيء؟ كان عدم. كان عدم، ما هو موجود. قلت له كيف جاي وكيف صرت شيء؟ سكت. قلت له تبغاني أجيب عنك؟ قال لي تفضل. قلت له الله عز وجل يحكي قصتي وقصتك كيف أصبحنا شيء، وذكرت له بدايات صورة الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.